وادين فيها نوعية الأشجار هذه بالشوك ونوعيات، يعني توصل عشان توصل السد هذا طريق رايح جاي، وفي آخره طريق بري ما هو معبد، يعني شوية كم متر طريق. احنا نرجع وحصور لكم له. انتو شفتوا السد من الناحية اللي من هناك، وشفتوا السد من الناحية هذه. وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أجابه، جاب هذه الأماكن وزار هذه الأماكن حتى يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله. والناس اللي ذهبت إلى مبايعته، والناس اللي أسلمت وهم ما يعني بعيدين، يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك.